أنا نزلت خبر ببراءته، وبالنسبة للبنتين الوزارة هتتولى أمرهم، مش هياخدوا أقل من الفصل. بس أنا برجو من حضرتك إنك تتقبلي أسفي واعتذاري عن اللي حصل. أسفك واعتذاري؟ حضرتك أنا جوزي مات، جوزي اللي خدم المدرسة وعمره كله، أنتوا أول ناس اتخليتوا عنه. سهل جدا تقدمي اعتذار لواحد، بس صعب يقبله لأنه مات. هو قال لكم إنه مظلوم بس أنتوا ما صدقتوهوش. يا أستاذة فريال، اللي حصل ده غصب عننا، كل الأدلة كانت ضده، وأنا اضطريت أمشي في الإجراءات الرسمية. وهي براءته ظهرت في الآخر، بس بعد ما خسرته. الأستاذ أنور الله يرحمه ليه حق علينا كلنا، وأنا طلبت من الوزارة إن إحنا نعمل له حفل تأبين يليق بمكانته. حقك عليا يا ماما، أنا آسفة. آسفة على إيه ولا إيه ولا إيه؟ آسفة على الراجل اللي مات، ولا على مستقبلك اللي راح والتعليم اللي اترفدتي منه، ولا على تعبي وشقايا السنين اللي فاتت دي، وعمري اللي راح. قولي لي آسفة على إيه بالظبط؟ عارفة لولا الست فاطمة دي ربنا يبارك لها، عملت حساب لعشرة السنين، كانت طردتني وما كنتش لقيت لقمة أنا وأنتي ناكلها. جاية تقولي لي آسفة؟ والله ما كنت أعرف إن كان كل ده هيحصل، والله ما كنتش قصدي. وأديكي عرفتي، أما بت وأنا مش طايقاكي ولا طايقة أشوف خلقتك. لا يا ماما والنبي سامحيني. ربنا بيسامح. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.